مرحبا، الله يعطيكم العافية. معاكم مالك محارمة، أنا الشيف الرئيسي لحلويات أصلان شرقي غربي. حج الله يطول بعمره، حب يطور من نفسنا يفتح لنا محل. موقعنا سحاب شارع 60 جنب مخابز الشلتاوي. إنا صفحة السوشيال ميديا، الانستغرام، فيسبوك، في عنا توصيل، رقمنا موجود على الصفحة. أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عوض محارمة. بداية سعد مساك. الله يمسيك بالخير. كلك زا. طبعا في بداية حضرتك صاحب محل حلويات أصلان وبالتحديد في عمان. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. عوض محارمة صاحب حلويات أصلان. نعم. أول إشي طبعا مبارك الافتتاح، بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك. أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع؟ كيف قررت أنك تفتح محل حلويات؟ الله يبارك بقلبك. إن شاء الله إجتني الفكرة على أولادي، يعني شغالين بالحلو ومعلمين حلو، فبديش أيام يتمطمطوا عند الناس ومواصلات وهذا. والحمد لله بلشنا بالمشروع بحلم، والحمد لله تحقق بالتوفيق. شو هي أهم الخدمات والأصناف اللي عم بتقدموها بحلويات أصلان؟ جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية. وبنقدم حلويات تركية، حلويات برتغالية، بالأخص الكيك يعني إن شاء الله. زيت. بس شو اللي عم بميزكم عن المحلات الثانية؟ الجودة والطعم. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنتوا شو حابين تعملوا لقدام؟ والله ان شاء الله نجاح المشروع ان شاء الله. طبعا السمعة هي قبل كل شيء. الناس بالافتتاح بتفكر الاشي انه بيكون عظيم، بعد الافتتاح بصير يخرب. لا، ان شاء الله انا رؤيتي باذن الله انه بعد الافتتاح يكون احسن من الافتتاح، يعني كل يوم يكون عندي احسن. نعم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا بيسهل لنا، بنفتح فروع ان شاء الله، بنتوسع والله كريم ان شاء الله. بس اصلا ايش هي المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ والله في مشاكل كثيره، يعني الاسعار مرتفعه، صار المواد غاليه، يعني الطاقم ضعف، صارت وضع الناس تعبان شويه. نسال الله الفرج ان شاء الله. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا ستقول له؟ الله يطول عمر سيدنا ويحفظه من كل شر، وديمه ذخر وتاج فوق رؤوسنا ان شاء الله. لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رساله شكر للشيخ منصور، الله يطول بعمره، واخويا حبيب قلبي ابو سلطان فتشوزن، طبعا اسمه، ما قصر معي، دعموني ماديا، وقفوا معايا، والله يجزاهم الف خير. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم. سحاب شارع 60 الدولي، هو قرب مخابز الشلتاوي. شكرا لك، نورتيني. كلك سوا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد عوض محارمة على حسن استضافته لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورتاستنا. شكرا لك. مساك سعيد. كلك سوا.